صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. بشكل عام طبعا معظم مرضى القلب فينا نشوفه. الصيام اصلا مفيد لمرضى القلب بشكل عام. طبعا مرض القلب المستقر اللي حالته مستقره من الناحيه القلبيه، الصيام مفيد لهم، حتى ممكن يظبط الضغط اذا كان غير منتظم. السكري بيساعد كثير في تحسين حاله السكر، وبنزل الكوليسترول بشكل جيد جدا، وتخفيف الوزن. طبعا هي شغلات كلها ايجابيه لمرضى القلب. طبعا في حالات خاصه نحن ما ننصح فيها بالصيام لامراض القلب، اللي هن الاشخاص اللي عندهم جلطات قلبيه حاده خلال حوالي 3 ل 4 اسابيع الماضيه. بنفضل انه ما يصوموا بسبب انه بياخذوا الادويه بشكل منتظم، وما بدنا اي انترابشن او اي تقطع في الادويه. مرضى اللي عندهم قصور في القلب شديد وغير منتظم، يعني حالة القلب عنده غير مستقرة من ناحية قصور القلب، في عندهم احتباس سوائل عالي، هذول المرضى ممكن يعانوا كثير من ناحية الصيام لعدة أسباب. طبعا أحد الأسباب منها إنه بصير عندهم ديهايدريشن أو جفاف، وهذا بيأثر على الكلية. الأسباب الثانية إنه ممكن الأدوية يصيروا غير منتظمين، ياخذوها بشكل غير منتظم، وهذا كثير بيأثر على التوازن اللي هو أصلا كثير بيكون دقيق بالنسبة لهالأشخاص. طب دكتور، بس في حال مريض القلب حالته مستقرة من الناحية التشخيصية طبعا، لكن في أدوية المفروض أنه يأخذها على مدار اليوم، هل مثلا يصير في خطة من الطبيب بتنظيم مواعيد أدوية تناسب حالة صيام الشخص مثلا المريض؟ طبعا اذا المريض مستقر، يعني ونحن المريض استشارني او استشار دكتوره وقال له انه قررنا انه الحاله مستقره للصيام، وهي معظم الحالات على فكره مثل ما قلت سابقا، بهالحاله بنحط خطه معينه او بلان انه كيف بده ياخذ الادويه. معظم ادويه القلب تقريبا تتاخذ مره واحده في اليوم، فبننصح المريض بهالحاله ياخذها بعد الافطار بشكل عام. في ادويه تؤخذ مرتين في اليوم. طبعا نادرا ما تكون 3 مرات في اليوم، معظم ادويه القلب مره او مرتين في اليوم. إذا كانت مرتين في اليوم عادة بننصح أن المريض ياخذها مباشرة بعد الإفطار، وياخذها متأخر يعني قبل موعد، يعني بعد السحور أو قبل موعد الأذان الصبح. فبهالحالة بيكون قدر الإمكان تقريبا 10 ساعات فرق بيناتهم، وتشيز أوكي، يعني تقريبا ما في مشكلة بمعظم الحالات. يعني طبعا إذا بياخذ مرة واحدة في اليوم الموضوع بيكون سهل، ما في مشكلة. طبعا صحيح. طب دكتور، مريض القلب الصائم متى تقول له لو شعرت بهذا العرض توجه للمستشفى مباشرة؟ لأنه يعني مريض القلب هو دائما يكون في حالة قلق، وأهله كمان أو الناس اللي حوله في البيت يكونوا أكيد يعني في نوع من القلق عليه، بالذات أثناء صيامه، متى يتوجه إلى المستشفى؟ سؤال كويس. طبعا بنصحه إذا المريض صايم وعم ياخذ أدوية كثيرة، طبعا ما تنسي أثناء الصيام بيكون في عندهم ديهايدريشن، يعني فترة طويلة بدون سوائل، فطبعا هذا ممكن يؤدي إلى هبوط في الضغط أحيانا. يعني إذا مريض قلب عم ياخذ عدة أدوية، مثلا أخذ الأدوية بعد السحور أو أخذها بشكل متأخر وبعدين صايم فترة طويلة، ممكن يصير في عندهم ديزينس، دوخة. فأي مريض بيصير عنده دوخة أو يعني عدم توازن أو غياب على الوعي، طبعا مباشرة لازم يروح على المشفى، بسبب إنه بيكون احتمال يكون في عنده هبوط في الضغط. الحالة الثانية إذا صار في عندهم أي ألم في الصدر، بسبب انه كمان نفس الوضع، بسبب الانقطاع عن الدواء بشكل غير منتظم احيانا بصير في، خصوصا امراض الاشخاص اللي عندهم تضيق في شرايين القلب، احيانا بصير في عندهم طبعا زياده تخثر في الدم، وهذا يؤدي الى جلطه قلبيه حاده والم في الصدر. فهذول الحالات اكثر شيء اللي هي انا يعني مقلقه، يعني سواء الم في الصدر او حدوث دوخه او ديزينس ممكن تعطي اشارات معينه. بهالحاله المريض بنصحه مباشره انه يشرب كميه سوائل منيحه ويجي على الاسعاف، احتمال يكون في هبوط في الضغط او علامات جلطه قلبيه. طيب دكتور، في تاثير مباشر ما بين الاكل او الغذاء بالذات في رمضان، بما انه النظام الغذائي يتغير، وبين جميع الامراض لدى الانسان، وبالذات يمكن مرضى القلب، او في يعني خلينا نقول انه هي من الاشياء يعني الواحد ما يقدر يهملها. بالنسبه لمريض القلب اثناء الصيام، تنصحوا بتناول اشياء معينه والابتعاد عن امور معينه باختصار اذا سمحت؟ طبعا اكيد نحن نفس الحاله العامه، انه يبتعد مثلا على الاكلات المالحه، يحاول يحافظ على كميه يعني جيده من
من البروتين والدسم الجيد الموجود في السمك والاكلات الصحيه اللي هي خضره وفواكه، وخليه ياخذ فرصه جيده لانه ينزل وزنه. يعني مثلا المريض الصايم انا بعتبر انه فرصه منيحه انه يشتغل على تنزيل الوزن وتحسين السكري والضغط عليه. فيعني يفترض انه بعد الافطار يكون الاكل صحي وكميات قليله ومتقطعه، بدل ما انه الشخص انه على الافطار ياكل كميات كبيره، فيفترض انه يتقطع في موضوع الاكل، ياكله بشكل متقطع والبورشنز او الكميات تكون قليله ومحدوده قليلة. وانا برايي يعني تنصح بنظام غذائي متوازن ومنوع وصحي بشكل عام، واذا في امكانيه اكسرسايز جدا مهم، يعني ياخذ الفرصه انه لتخفيف الوزن وتنظيم الحياه. وطبعا بعد منه بعد رمضان انا برايي يتعود على هذا النظام، واتوقع انه بشكل عام بتحسن وضعه الصحي. صحيح، وطبعا استشاره الطبيب في حال حدوث اي اعراض. شكرا جزيلا لك استشاري امراض القلب التداخليه الدكتور محمد اندرون، كان معنا من ابو ظبي. يعطيك الف عافيه دكتور، رمضان كريم.